طيب كريم، برضو تغيير دوري الأبطال من مباراة واحدة لمباراتين ذهاب وإياب. طبعا استمرار في وجهة نظر يعني العشوائية داخل الكاف حتى في عصر موتسيبي. أنا كنت من محبين جدا جدا قرار إنك تلعب مباراة واحدة ويتعمل لها يعني قرعة في بداية الموسم، في وجهة نظر ده الأفضل يعني، والشكل بيخلي الوضع يعني مباراة واحدة إثارة أكتر وحماس أكتر. أكيد طبعا المشاكل الكتيرة اللي شفناها في السنوات الأخيرة، وإن الكاف بيختار البلد اللي هتنظم الفاينل قبل الفاينل بشهر او حتى بعد لعب مباراه الذهاب، اكيد عمل مشاكل كبيره. وانا في وجهه نظري خلاص يعني موتسيبي ما بقاش يفكر في دوري ابطال افريقيا، خلاص دلوقتي جميع الانظار متجهه لدوري السوبر الافريقي اللي هم بيتكلموا عليه. يعني جوائزه ما بقاش يبص الدوري خلاص دوري ابطال افريقيا بعد كده، اعتقد هيبقى يعني خلال سنوات قليله جدا هيتلغي. في وجهه نظري الاجنده مش هتستحمل طبعا الثلاث بطولات اللي هم عايزين يعملوها. فكره اصلا دوري السوبر الاوروبي الافريقي قصدي، دي متعبه جدا لما تقرا النظام او السيستم بتاعها. السيستم بتاعها صعبه جدا يعني. مصر والمغرب وتونس والجزائر دول مجموعه واحده. ده ايه دور المجموعات؟ ده دور المجموعات. ده قبل لسه ما تلعب النوك اوت. ايوه ما انا بقول لك تخيل. موضوع صعب جدا جدا وانا اعتقد هم خلاص بيمهدوا لالغاء دوري ابطال افريقيا خلال سنه او سنتين ماكسيمم يعني. وبالتالي انا اشوف ان يعني فكره حتى عوده ماتش الذهاب والاياب في الفاينل السنه الجايه موضوع شرفي يعني ليس اكثر، لان خلاص بعد كده الاهتمام احنا عاملين بالظبط كده زي اللي يعني ايه الشركات بتخترع موبايل جديد، في الموبايل القديم خلاص كده كده خلال سنه او سنتين هيختفي من السوق. مكافآت كبير جدا طبعا طبعا جدا. بيقول البطل يعني ياخد 10 مليون كتير بصراحه، 10 مليون دولار مبلغ كبير جدا جدا جدا. اكيد طبعا اي فريق يسعى ان هو يلعب في البطوله دي، ومحدش هيهتم بالكونفدراليه ولا يهتم بدوري الابطال.